السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج منهاج، والذي نتناول فيه مجموعة من المعلومات والمعارف المهمة في تربية الأبناء. يهتم الكثير من الآباء بمجموعة من الاحتياجات الفسيولوجية الخارجية للأبناء كاللباس أو الطعام أو غيرها، ولكنهم ينسون أو يتناسون الاهتمام بالصحة النفسية والمتطلبات الداخلية، بالرغم من ضرورة تحقيق التوافق بين تلك الحاجتين. يعاني الكثير من الآباء أو الأمهات من ضغوطات مختلفة، الكبار عموماً، ولكن هل يعاني هؤلاء الأبناء أيضاً من ضغوطات نفسية؟ نعم، مع اختلاف الأسباب واختلاف المظاهر التي تظهر من هذه الضغوطات. والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم: هل تشعر بأن ابنك يعاني من أي ضغط نفسي؟ وهل تحاول حقيقة أن تسمح له بأن يمارس بعض الممارسات التفريغية للحالة النفسية؟ تشير الدراسات اليوم إلى أن الصحة النفسية للأبناء واكتسابها من عدمها لها علاقة كبيرة جدا بالمشكلات السلوكية التي تظهر لدى الأبناء. وتختلف المشكلات السلوكية بين الأبناء ما بين نوعين: عند نقص الحاجات النفسية، إما أن يكون عدوانياً بحيث يهاجم بالكلام، يتحدث كلام نابي وقد يعتدي أحياناً بيده على أقرانه. النوع الثاني، ومن وجهة نظري أنه النوع الأخطر، الانطواء، بحيث أنه يعتزل الأصدقاء ويعتزل أفراد الأسرة ويبقى وحيداً مبتعداً عن واقعه، وقد يظهر لديه مص الأصبع، قضم الأظافر، أحلام اليقظة، عدم النوم براحة، نقص المستوى الدراسي أو التحصيلي. ما تعريف الصحة النفسية التي ننشدها جميعاً؟ هي حالة من الاستقرار المستدامة والمستمرة بسبب تحقيق التوازن بين الجانب الاجتماعي والجانب النفسي والجانب الثقافي لهذا الابن، مما تحقق له السعادة والصحة النفسية معه ومع أقرانه. ومن فوائدها: أولاً، رفع مستوى الذهني للأبناء عالياً، مما يزيد معدل التحصيل الدراسي لديهم. ثانياً، بناء مجموعة من العلاقات الاجتماعية مع الآخرين. ثالثاً، المشاعر الرائعة بينه وبين نفسه ومع الآخرين كذلك. كيف نحقق الصحة النفسية؟ بإعطائه مجموعة من حقوقه. أولاً، الرضاعة الطبيعية. فالرضاعة الطبيعية وجدت من أكثر من 1000 سنة، ولم تظهر الرضاعة الصناعية إلا في آخر 100 سنة، بالرغم من الجهود للمباحث والمختبرات المرتبطة بالرضاعة الصناعية والحليب الصناعي، إلا أنه لم يستطع تعويض الرضاعة الطبيعية، وما تقدمه من حاجات نفسية لا يمكن تعويضها من الحليب الصناعي. فالمكونات مثلاً في الحليب الصناعي عبارة عن حديد ومياه وكربوهيدرات والأحماض الدهنية، ولكنه لم يستطع أن يوفر ما يوفره الرضاعة الطبيعية من مساعدات للنمو وأنزيمات وهرمونات ومضادات للحساسية ومضادات للطفيلات وغيرها، عوضاً عن قرب الأم من هذا الطفل وتحقيق الحاجات النفسية له. ثانياً، الاعتداءات الأخرى كالاعتداءات العاطفية وغيرها يجب علينا أن نسعى إلى حمايته منها. ثالثاً، الرعاية، وكما يقال: the children need to feel loved، يريدون أن يشعرون بالحب أكثر من شعورهم من أي شيء آخر. وفي تجربة جميلة عرضت لأحد الأطفال، أم توفر له الطعام وأخرى بديلة توفر له الرعاية والحنان،
فكان بقاءه مع الأمة التي توفر له الرعاية والحنان أكثر من الأخرى. كل ذلك وأكثر يحقق لنا صحة نفسية جيدة لأبنائنا. الصحة النفسية هي جزء لا يتجزأ من الصحة العامة للجميع، سواء للبالغين أو للأطفال، وصار من الضروري الاهتمام بالصحة النفسية للطفل، خاصة مع نمط الحياة المتسارع والمتغير ومع ظهور وتأثير وسائل السوشيال ميديا على الجميع. فمما لا شك فيه أن الأطفال أصبحوا أيضا يتأثرون بوسائل السوشيال ميديا وبالتكنولوجيا السريعة. ولكن ماذا نقصد بالصحة النفسية؟ الصحة النفسية هنا نقصد فيها انسجام وتوازن الطفل مع ذاته والبيئة المحيطة به، وقدرته على التكيف مع الصعاب المختلفة ومواجهتها. كذلك أيضا يتميز الطفل الذي يتمتع بصحة نفسية جيدة بقدرته على التعبير عن مشاعره وأفكاره بطريقة سليمة. فممكن القول أن الطفل الذي يتمتع بصحة نفسية سليمة هو الطفل الذي يتمتع بتفكير سليم، الطفل قادر على التعبير عن نفسه ومشاعره بطريقة آمنة دون اللجوء إلى السلوكيات العدوانية أو الغاضبة. ولكن كيف نعزز الصحة النفسية لدى الأطفال؟ مهم جدا للوالدين أن يبدأوا بأنفسهم. إن أردت طفلا سعيدا ذو صحة نفسية سعيدة، ابدأ بنفسك، اهتم بذاتك ورعى ذاتك. والرعاية الذاتية نستمع إليه ونلعب معه، ولا نقصد هو قضاء وقت طويل معه دون إعطائه أي انتباه. أيضا يجب علينا أن نراعي العلامات التي تدل على أن الطفل يمر بمشكلة مختلفة أو مشكلة سلوكية. فعندما نلاحظ أن هناك سلوك استجد في الطفل وسلوك يعتبر سلوك سلبي، فعلينا أن ننتبه. فمثلا أن يتغير سلوك الطفل من سلوك إيجابي إلى سلوك سلبي، وأن يصبح من طفل سعيدا إلى طفل حزينا منطويا. في دراسة أجرتها منظمة اليونيسيف تثبت أن 80% من الأطفال والمراهقين لا يستوفون متطلباتهم الأساسية من ممارسة الرياضة، والتي يجب أن لا تقل عن ساعة يومياً، بالرغم من أن الرياضة هي من الحاجات الفسيولوجية التي يحتاجها الأبناء حقيقة لتحقيق الصحة النفسية. كما أثبتت الدراسة نفسها بأن 20% من الأبناء يعانون حقيقة من مشكلات مرتبطة واضطرابات نفسية خطيرة تهدم لهم الصحة النفسية. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.